السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم جميعا إخوتي وأخواتي في قناتي قناة أم انتصار لتعليم جميع أنواع الخياطة التقليدية المغربية والراندة والطرز التقليدي باليد. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم الطرز الرباطي باليد، وعندنا هاد الطرزة اللي هي خفيفة وكتجي غزالة في الجلالب. بقوا معايا إن شاء الله باش تشوفوا المراحل كاملة. اول مرحله كنبداو بها كما كتشوفوا معايا هي مرحله ديال الرشيم، والمرحله ديال الرشيم كنحتاجوا فيها البابيي كاربون. والاول حاجه هي الرشمه. انا رشمه خدمتها باليد ديالي، خدمتها في هذا الورق هذا وخدمتها بستيلو، وكندير عليها واحد السكوتش باش هذاك الورق ما يتقبش ليا ولا شي حاجه هكذا. البابيي كاربون اللي استعملت هو الاصفر، حيت الاصفر ما كيخليش اثر بزاف على الثوب وبالزربه كيمشي. والحاجه الاخرى اللي كنستعمل هو هاد لو ستيلو هذا اللي كتشوفوا معايا البنات. هاد ستيلو هذا ديال الرشيم في الثوب كيعاون بزاف. هذا الا استعملتيه على ثوب اللي كيكون اللون ديالو غامق كيعطي واحد اللون اللي كيكون فاتح، ولا استعملتيه على الثوب اللي كيكون اللون ديالو فاتح كيعطي لون غامق، كيعطيك يعني مثلا الاسود، لون اسود ولا لون بحال اللون اللي عاطيني هنا في هذا الاخضر هذا الفاتح. انا غادي نوريكم دابا الطريقه اللي كنستعملها. كما كتشوفوا معايا ديجا انا كملت الرشيم ديالي، غنوريكم الطريقه اللي كنستعمل باش الرشمه كتخرج ليا من جوج ديال الجهات، كتخرج ليا من هذه الجهه ومن الجهه الاخرى وكتخرج متطابقه يعني فحال فحال. كنحط الجهه الاولى على الجهه الثانيه وكنثبتها بهاد لي باري هادو اللي كنستعملو في الخياطه ديالنا. فاش كنحطهم هكذا البابيي كاربون اللي كنستعمل في الرشيم كنحط واحد من التحت وواحد اخر من الفوق. هذا كنحطو على الجهه اللي كتكون هي اللي كتطبع ليا، كنحطو بحال هذيك الطريقه بحال هكذا باش كيطبع ليا في الثوب. من بعد كنحط الثوب ديالي وكنحط بابيي كاربون عاوتاني من الفوق وكنحط رشمه ديالي من الفوق وكنبدا بعمليه الرشيم بهاد الطريقه هذه اللي كتشوفوا معايا البنات. وهي واحد الطريقه سهله وزوينه للرشيم، وحتى الثوب ما كتبقاش باينه فيه هذيك الكتبه ولا هكذا. الرشيم الا استعملتو ستيلو كيكون رشيم باين وكيقدر يخسر لينا الثوب. وهاد الطريقه هذه سليمه وزوينه وسهله جدا، وهذه هي النتيجه ديال الرشمه ديالي. من بعد ان شاء الله البنات في المرحله الثانيه غادي نوريكم كيفاش غادي نطرز، وهادو هما الالوان ان شاء الله اللي غادي نستعمل، هذا الاخضر المغلوق، الاخضر الفاتح، والاخضر اللي افتح منه هكذا، ومن بعد وداك اللون الوردي. دابا غادي نحتفظ بواحد الجهه، غنحتفظ بها وغادي نخدم في الجهه الاولى. هذه الجهه اللي نخدم فيها غادي نثبتها ان شاء الله في المرمه بهاد الطريقه اللي غتشوفوا معايا البنات. انا دابا غادي نوريكم المراحل كاملين، وهي مراحل اللي هي سهله، وهاد اللوينات كيجيو غزالين على هاد اللون الاخضر، غيجيو زوينين كما غتشوفوا معايا البنات. وانتم حرين يعني في اختيار الالوان اللي غتليق ليكم واللي غتعجبكم. باش كنثبت المرمه ديالي مزيان بحال بهاد الطريقه هذه، كنزير الثوب باش الخدمه بهاد الطريقه هكذا. كما كتشوفوا راه رشمه واضحه بزاف، كتجي زوينه بهاد الطريقه. وبالنسبه للبنات اللون اللي غادي نستعمل هذا اللون الفاتح هو اللي غنستعمل في هذاك الخط اللي انا دابا وريتكم، والوريدات في هذا اللون الوردي. وبالنسبه للعريشات اللي صغار غادي نستعمل فيهم اللون الاخضر الفاتح والمغلوق، وهذاك اللون اللي واحد الاخضر غادي الابيض، وغادي نزيد عليهم ان شاء الله حتى اللون الابيض. والان البنات غادي نبداو، اول حاجه غادي نبدا بها هي الخط اللي كيكون هكذا طويل اللي غادي يكونوا فيه ان شاء الله العريشات. واللون اللي استعملت فيه واحد الاخضر مائل للابيض شويه. دابا غادي نثبت الخيط ديالي كما كتشوفوا، كنثبته في المرمى من اللور بهذه الطريقه هذه. والحرير البنات اللي استعملت في الطرزه ديالي ماشي الحرير المبروم، هذا الحرير العادي كما كتشوفوا معايا دابا. هي عملية سهلة جدا.
وفاش غنسالي البنات ان شاء الله هاد الخط هذا اللي غادي ندير، غادي نبدا في العريشات، والعريشات اللي غادي ندير ان شاء الله غنديرهم باللون الاخضر المغلوق والاخضر المفتوح بالاضافه الى اللون الابيض، وهذا اللون الاخضر اللي مائل للابيض حتى هو. اما الوريضات غنديرهم غير باللون الوردي صافي. وبقاو معايا البنات باش نوريكم دابا كيفاش غادي نخدم العريشات ديالي. دابا كنثبت الخيط ديالي، كنثبتو هكذا في اللور ديال المرمى باش كنخدم العريشات اللي كيجيو صغار وزوينين. كما قلت لكم هاد الطرزه كتجي حلوه زوينه في جليبات ديال الصيف. وتبعوا معايا مزيان البنات باش تشوفوا كيفاش كنخدم العريشات ديالي. هي طريقه سهله جدا. اول حاجه كندير واحد الخط صغير، هو الاول كيجي في الوسط ديال العريش بهذه الطريقه، ومن بعد كندير ثلاثه دقات في كل جهه. انتم تبعوا معايا، غادي نخدم ان شاء الله عريش واحد نكمله. وكما كتشوفوا الالوان اللي استعملت انا كنخالفهم، يعني كندير الاخضر مغلوق من موراه، كندير هذاك اللون اللي خدمت به الخط اللي كيكون دايز فيه العريشات، من بعد كندير الاخضر المفتوح، من بعد كندير الابيض، وكنبقى كنخالف اللوينات. وان شاء الله البنات غتشوفوا معايا في النتيجه النهائيه كيفاش كيجيو هاد اللوينات مع بعضياتهم، كيجيو غزالين وزوينين بزاف. هانتوما البنات تبعوا معايا مزيان، هاد الطريقه راه سهله. وبهذه الطريقه البنات غادي نخدم العريشات كاملين. استعملت فيهم 4 ديال الالوان كما كتشوفوا معايا، من غير اللون الوردي بطبيعه الحال اللي نخدموا به الوريدات. ومورا هذا الشيء البنات دابا غادي نخدموا ان شاء الله الوريده. كما كتشوفوا معايا غنثبت الخيط ديالي، وكما كتشوفوا راه الخط كامل ديال العريشات راني كملته كامل، كيجيو زوينين هادوك اللوان. كنخالفوهم هكذا باش كيجيو حلوين في الخدمه ديالهم وصغار. دابا كنثبت الخيط ديالي باش نخدم الوريدات، وحتى هما نحاولوا يجيو صغار باش تجي الخدمه رقيقه وصغيره. وكنبدا بهذه الطريقه، انتما تبعوا معايا البنات. وفي الوسط ديال هاد الوريده ان شاء الله غادي نستعمل نفس اللون اللي استعملت في الخط اللي كان دايزين فيه العريشات، هو اللي غنستعمل، وغندير به واحد الحبيبات صغار، وحتى هما غادي نوريهم لكم كيفاش كنخدمهم. والخدمه ديالهم راه ساهله بزاف. كندير ثلاثه في كل ورده، في الوسط ديال كل ورده كندير ثلاثه ديال الحبيبات. بهاد الطريقه البنات كنديروا دقه حدا الدقه الاخرى. انتما تبعوا معايا البنات، انا راه غادي نبقى نخدم في هاد الورده حتى نكملها ان شاء الله، باش من بعد نوريكم كيفاش خدمت هذوك الحبيبات اللي كندير الوسط. وفاش غادي نكمل الورده ديالي كامله، غادي ندير كما قلت لكم حبيبات، ثلاثه ديال الحبيبات وسط الوريده، غادي يجيو غزالين، وغنديرهم بنفس اللون اللي درت به هذاك الخط اللي كاينين فيه العريشات الصغار. تبعوا معايا البنات باش تشوفوا الطريقه اللي كنديرها باش كنخدم هذوك الحبيبات الصغار.
والان البنات بما انني كملت الورده ديالي غادي نخدم الحبيبات صغار. هانتوما تبعوا معايا كيفاش كندير ليهم. انا دابا قربت الكاميرا مزيان باش يبان لكم كيفاش كنخدم الحبيبات الصغار. كندير ثلاثة في وسط كل وردة بنفس اللون اللي خدمت به الخط الطويل اللي فيه العريشات. وهذه واحد المسألة اللي هي اختيارية، كيبقى كل واحد الذوق ديالو الألوان اللي غادي يبغي يستعمل. بهذه الطريقة دابا غادي ندير الحبيبة الأخرى، ثلاثة الحبيبات في الوسط ديال كل وريضة، كيجيو غزالين. كما كتشوفوا معايا البنات، هانتوما تبعوا كل مرحلة. وبهذه الطريقة البنات كنكون كملت الوريضة ديالي، كملت العريشات. ومن بعد هذا الشيء البنات غادي نوريكم الشكل النهائي للطرزة ديالي. ومرحبا مرة أخرى في قناتي، ولمن أعجبه الفيديو المرجو وضع اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد من فيديوهات تعليم الطرز والراندة وجميع أنواع الخياطة المغربية التقليدية. أستودعكم الله إخواتي وإخوتي، وأتمنى لكم يوما سعيدا مليئا بالحب والأمل والتفاؤل والخير. Escape while you and me repeat this bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire.